السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا وعلى أوسع نطاق صور لحادث مرور مروع وقع بإقليم ولاية بتنة، وقبل الخوض في التفاصيل يرجى متابعة الفيديو للأخير والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. توفي في الساعة الأخيرة عسكري ينحدر من ولاية تبسة كان على متن سيارته قبل أن يتعرض لحادث مرور خطير. الضحية تم انتشاله بصعوبة من السيارة والتي تحولت لكومة حديد نظرا لقوة الاصطدام. ولعل ما لفت انتباه الجميع هو العبارة التي قام المرحوم بإلصاقها في الزجاج الخلفي لسيارته، والتي مضمونها: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، إن لله وإنا إليه راجعون.